نبدأ أولى فقراتنا بفقرة الأخبار، ومن أهم الأخبار دي جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس وتفقده فجرا للكلية الحربية، وكمان عقد سيادته لقاء مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس واستمع لآراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضايا والموضوعات. وقال سيادته إن في حرص شديد على اختيار أفضل العناصر للانضمام للكليات العسكرية والقوات المسلحة. السلام عليكم. اسمحوا لي ان انا اوجه لكم التحيه والتقدير والاحترام والمحبه، وانا عارف ان الكليه خلال الفتره ديت هتبقى ان شاء الله يعني بتستعد لحدثين مهمين قوي. الحدث الاول هو التخرج بتاع الكليات العسكريه، واتمنى لكم التوفيق فيه، والحدث الثاني هو استقبال طبعا طلبه الكليات العسكريه الجدد. يعني واسمحوا لي اقول لكم ان يعني بمناسبه الطلبه الجدد، احنا حريصين جدا على ان احنا يعني ننتقي افضل العناصر، وده المعيار الوحيد اللي احنا الحقيقه يعني حريصين عليه. لكن يعني بقولها لان بعض الناس بتعتقد ان ممكن يبقى في وسيله اخرى او وسيله يعني للانضمام لينا، وده امر احنا يسعدنا ان الناس تبقى عايزه تنضم للكليات العسكريه وللقوات المسلحه الحقيقه، ولكن اللي هو بالمسار زي ما قلت كده، بالمعيار اللي احنا حاطين مجموعه من المعايير. المعايير دي لما بتتحقق بيبقى في فرصه كبيره جدا لابنائنا ان هم يكونوا موجودين معانا. كمان سيادة الرئيس اتكلم عن الأوضاع الداخلية وقال إنه خلال الأزمات الأخيرة سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية كانت الدولة حريصة على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار أو نقص السلع. وقال سيادته إنه عندنا احتياطيات من السلع تكفينا حتى نهاية هذا العام، والدولة خدت مجموعة من الحزم الحمائية علشان تقلل التضخم العالمي اللي موجود في العالم كله. عايز أطمنكم على أوضاعنا الداخلية باختصار شديد، وعايز أقول لكم إن إحنا الحمد لله رب العالمين في تعاملنا مع الأزمة اللي موجودة دلوقتي، أو حتى خلال ممكن أقول 3 سنين دلوقتي، يعني السنتين بتوع أزمة كورونا والأزمة بتاع الأزمة الروسية الأوكرانية دلوقتي، إحنا كنا حريصين على إن ده يكون تأثيراته علينا أقل ما يكون على مواطنينا وعلى شعبنا. يعني إيه؟ يعني إحنا كنا دايماً بنتحرك في الأزمة ديت فيما يخص الأوضاع الداخلية عندنا. واحد، إنها لا تؤثر بالنقص، ما بقاش في نقص في سلع تحتاجها المواطنين، السلع الأساسية أنا بتكلم على فكرة، ثم إن تكلفتها تكون إلى حد كبير مناسبة للناس، وده اللي قدرنا ننجح فيه خلال السنتين والسنة دي إن شاء الله. وأنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة تعرفوها، إن إحنا في مصر لم نعكس ابدا التكلفه الحقيقيه للاسعار اللي يعني شهدت قفزه كبيره الحقيقه. احنا حرصنا جدا جدا ان الموضوع دوت المواطن ما يتعرضلوش تعرض مباشر، والا كانت الاسعار كانت هتبقى قد كده كثير جدا جدا الحقيقه. بمعنى ان نوفر السلع، ولكن اسعارها لو كانت نتيجه ان تعثر سلاسل الامداد او قله المعروض او ارتفاع تكلفه الشحن تؤثر على سعر السلعه ديت، ما نخليش المواطنين في مصر نقول هي السعر اللي بتتكلف الرقم ده ونعرضها على الناس بالثمن ده، لا ده ما حصلش ومش هيحصل. احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نقول ان الاسعار اللي كانت موجوده نحاول نحافظ عليها، انا بتكلم على السلع الاساسيه. والكلام ده ايضا بيشتمل على اسعار الطاقه، سواء كانت الطاقه بنتكلم في كهرباء او بنتكلم في طاقه بوتاجاز او الطاقه البنزين والسولار. الخلاصه لدينا احتياطيات تكفينا حتى نهايه هذا العام. عملنا مجموعه اجراءات، محاوله من الدوله ومن الحكومه ان هي تخفف عن مواطنيها بحزم تبقى تلطف من التضخم الكبير اللي مش بس موجود في مصر الحقيقه، موجود في مصر وموجود في العالم كله. بقيه الامور الحمد لله رب العالمين الامور ماشيه، احنا شغالين وبنجتهد جدا.
بنحاول ان احنا في مجال الصناعه، وده اكتر موضوع بنتحرك فيه دلوقتي عشان نتمكن من خلاله ان احنا نقلل فاتوره الاستيراد، وايضا نزود فاتوره التصدير ما امكن. يعني طبعا انتوا يمكن سمعتم عن موضوع الحوار الوطني، وده امر يعني مهم قوي ان احنا يبقى فيه بيننا وبين بعضنا جميعا بكل طوائف وفئات الشعب، يبقى فيه نقاش وحوار على القضايا الوطنيه المختلفه اللي بتهم كل الناس. وزي ما انا قلت اثناء اطلاق هذا يعني الحوار في رمضان اللي فات، ان احنا مهم قوي ان احنا نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين. وبالمناسبه الاختلاف ده سنه من سنن الكون اللي احنا موجودين فيه، مش ممكن ابدا نبقى موجودين كلنا بفكر واحد وبرأي واحد وبتصور واحد يعني تجاه اي قضيه بنتكلم فيها. كمان تطرق الحديث ايضا بالامس للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امام طلبه الكليه الحربيه للاوضاع في غزه، وقال السيد الرئيس ان مصر بتواصل دورها الايجابي وبتعمل مع شركائها من اجل استعاده السلام والاستقرار بقطاع غزه، وانه تم اجراء اتصالات على مدار الساعه لمنع خروج الاوضاع عن السيطره. يتبقى في وضع تاني مهم برضو يمكن خلال اليومين اللي فاتوا او امبارح تحديدا حصل فيه تصاعد، واحنا بنتكلم على الاوضاع في قطاع غزه. واحنا حريصين الحقيقه، ودورنا ايجابي جدا من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والاسرائيليين، ان دايما يبقى مفيش ازمات ومفيش احداث عنف ولا اقتتال، وده اللي احنا بنحرص عليه من خلال اتصالاتنا بيهم زي ما انا قلت. يعني طبعا حصل يعني امبارح يعني خروج عن ده، واحنا اتحركنا كالعاده واتصالاتنا على مدار الساعه مع الجميع عشان الامور ما تخرجش عن السيطره ويحصل اقتتال. لكن اللي اقدر اقوله لكم ان احنا بنبذل جهد كبير مع شركائنا بان احنا نستعيد الهدوء مره ثانيه والاستقرار والسلام داخل القطاع. ده اللي انا ممكن اقوله بالنسبه لقطاع غزه، وده احدث ازمه موجوده دلوقتي وبنحاول ان هي تنتهي ان شاء الله، وربنا يساعدنا ان احنا يعني ما يحصلش اكتر من كده. كمان سياده الرئيس عبر عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحه، وقال ان الشعب المصري مقدر جدا الجهد والدور اللي بتقوم بيه القوات المسلحه واللي حمت البلد دي من كل شر وكل سوء. وخليني اقول لكم ان انا مش انا بس الحقيقه اللي بفتخر ومعتز بالقوات المسلحه، لا والله انا اتصور ان كل الشعب المصري عاد طبعا يعني الاشرار يعني مقدرين جدا الجهد والدور اللي القوات المسلحه بتقوم بيه في كل الاوقات، حتى في اوقات الازمات اللي احنا موجودين فيها والدور بتاع القوات المسلحه خلال فتره السبع سنين اللي فاتوا دول كمان، او العشر سنين اللي فاتوا دول من 2011 وحتى الان، دور بصراحه يعني محتاج مننا كلنا كتاب ومفكرين ومثقفين ان احنا يعني نلقي الضوء عليه، لان هو احد اهم الاسباب. وانا لما بقول ده مش بقول ده انحياز، ده مش انحياز، انا بقرر واقع وبحاول اكون امين وموضوعي جدا. يعني القوات المسلحه قامت بدور حمت البلد ديت من كل شر وسوء، والحماية هنا مش حماية بالدم فقط في مواجهة الإرهاب والتطرف، لا، الحماية هنا كانت حماية حتى في التصدي لعملية دعم وإدارة التنمية مع الحكومة. جزء من الدولة أصيل جدا بيشتغل بكل قوة من أجل التقدم ومن أجل استعادة يعني أو تخفيف أو زي ما ممكن نقول تعويض الوقت اللي فاتنا خلال الأزمة اللي حصلت من 2011 وحتى الآن. فمرة تانية أنا بسجل لكم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام، وأتمنى لكم إن شاء الله في إن احنا نرى حفل التخرج نسعد بها كلنا ونفرح مع أبنائنا اللي هيتخرجوا، عقبال اللي موجودين كل واحد يجي دوره ويبقى ياخد مكانه. وبالمناسبة أنتم الجيل اللي هيتولى مسؤولية حماية هذا البلد.
الحديث أيضا تطرق لقضية سد النهضة، وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بيتم التحرك في الموضوع، موضوع سد النهضة، بهدوء وبتفاوض، وأن الأمور بتتحل بالقدرة والعمل والصبر، وأن مياه مصر أمانة في رقبتنا ومحدش هيمسها. وأكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي. برضو السؤال بتاع سد النهضة، يعني أنا عايز أقول لك إيه، أو أقول لكم كلكم، إحنا خدنا في مسار سد النهضة مسار دايما دبلوماسي والتفاوض للوصول إلى حل ليه، وده الهدف كان منه، إن دايما إن إحنا لما يكون في أزمة أو في مشكلة نلجأ في علاجها إلى حاجتين، الصبر والتفاوض، ثم كمان إجراءات نعملها إحنا كمان على مستوى بلدنا، عشان نبقى ما فيش نقطة مية تبقى موجودة في مصر إلا ما ممكن نستفيد منها بشكل كويس. ولو أنتم متابعين أو معرفش، يعني هتجدوا إن إحنا مثلا محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعي، الهدف منها إيه؟ الهدف منها ان نخلي الميه زي الميه اللي قدام مني كده وتستخدم للزراعه مره ثانيه. واحنا عملنا لغايه دلوقتي محطتين رئيسيتين، هما المحطتين الحقيقه في سيناء، المحسمه بحر البقر، لكن في المحسمه اللي هي اللي قدام الاسماعيليه دي حوالي يعني مليون متر، والثانيه حوالي 5.6 مليون متر. انا بتكلم كل ده في اليوم، ودول احنا افتتحناهم وانت شفتوهم. في محطتين احنا شغالين فيهم تانيين، فده عبارة عن جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المية الموجودة عندها واستخدامها أكتر من مرة، ويمكن تكون دي نفقات علينا، لكن احنا بنعملها ثم تبطين الترع ثم الزراعة الحديثة وإلى آخره. يعني إجراءات الدولة المصرية في إن هي تعمل أمن مائي من المية اللي موجودة عندها احنا شغالين فيه، ويمكن بقولت من شهر ولا اتنين وأكدوا معاكم ان احنا يمكن هنكون من اوائل الدول اللي في العالم اللي بتستفيد من المية وبتعمل لها معالجة، من اوائل دول العالم، يمكن نكون اول او تاني دولة في العالم بتعمل البرامج ديت. طيب هل الموضوع بتاع سد النهضة احنا متحركين فيه؟ متحركين فيه، بس بهدوء، بس بتفاوض. ودايما اقول الكلمة ديت، بختم بيها كلمتي، دايما اقول لكم الامور ما بتتحلش بالصوت العالي، الامور بتتحل بالقدره والعمل والصبر. في الاخر ميه مصر دي امانه في رقبتنا كلنا وفي رقبتي، ومحدش محدش هيمسها ان شاء الله. خلونا نروح مع حضراتكم كمان لمجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، وأهم هذه الأخبار وأبرزها كان متابعة رئيس الوزراء لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الشهر اللي فات. أيضا استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2022. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو اللي فات. وقال الدكتور مدبولي إنه حريص على المتابعة المستمرة لتفاعل الجهات الحكومية مع الشكاوى والاستغاثات وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها. امبارح أكاديمية الشرطة أتاحت للناجحين في الثانوية العامة التقديم للالتحاق بالكلية إلكترونياً، وهتستمر فترة التقديم لحد نهاية الشهر بحد أدنى 65%. كمان امبارح استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2022، وده مؤشر اقتصادي شهري بيعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط، وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت إن مؤشر مدراء المشتريات هو من المقاييس الاقتصادية المهمة وبتعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص بوجه خاص. نروح لجولة المحافظات اللي معنا فيها مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة. أبرز هذه الأخبار تخصيص 24 عيادة خارجية لخدمة المرضى بمستشفى حورس التخصصي في الأقصر، وكمان افتتاح كنيسة ماري جرجس بكفر الزيات في الغربية، وتدعيم منظومة النظافة بأكثر من 40 سيارة شفط في أسيوط، وأخبار تانية كتير هنعرفها من خلال الرصد التالي. شهدت محافظات مصر امبارح أخبار وأحداث كتيرة، والبداية من الأقصر واللي أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توافر 24 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، واللي بتعتبر تاني محافظة يطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وفي الإسماعيلية صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت امبارح أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة، وده بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية وصلت ل 5,200,000 طن، وده تزامن مع الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة. كمان امبارح استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية الوفد الشباب التونسي خلال زيارته للإسماعيلية، ده ضمن أسبوع الإخاء التونسي المصري واللي بتنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة. أما في محافظة الغربية فكان افتتاح المحافظ الدكتور طارق رحمي والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها كنيسة ماري جرجس بكفر الزيات، وده بعد أعمال التطوير اللي تمت بيها. امبارح كمان أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 27 شاب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري. أما في قنا فقد أعلن المحافظ اللواء أشرف الداودي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 30% من أعمال تبطين ترعة جنينة المرجدة، وده بتكلفة مالية بتصل ل 25 مليون جنيه، والترعة بيجري بتبطينها بطول 7.7 كيلومتر. هنروح لأسيوط واللي قال فيها محافظ اللواء عصام سعد أنه تم تدعيم كافة الحملات الميكانيكية بقرى ومراكز المحافظة بأكثر من 40 سيارة شفط الأتربة وكنس الشوارع، ده غير سيارات ولوادي رفع الكمامة، وده بيجي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات. وفي بني سويف أعلنت رانيا عزت مدير السياحة بالمحافظة قيام فريق من المختصين بالسياحة والأثار بزيارة تفقدية لمركز سمسطة ومركز الوسطى، وده لتحديد واختيار الأماكن المناسبة لوضع لافتات إرشادية بمنطقة ميدوم ومنطقة دشاشة، تمهيداً لافتتاح مقبرتي شادو وأنتو واللي بيعود تاريخهم إلى الأسرة الخامسة في العصر الفرعوني.